معانا عبر الهاتف دكتور أسامة إرمية. دكتور أسامة صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بيك أستاذ إسحاق، صباح الخير عليكم. أهلا بحضرتك، وإحنا الحقيقة كنا أنا متابعت الفيديو اللي حضرتك نشرته، وأعتقد إن حضرتك عملت فيديو أكتر من مرة عن هذا الأمر، فكرة إن الناس بتموت في الحمامات، وحضرتك يمكن ذكرت بعض الأشخاص في محافظات، لكن كمان في القاهرة كمان بنت في أولى ثانوي أعتقد برضو بنفس القصة. حضرتك الموضوع بيحصل إزاي؟ إزاي واحد داخل ياخد دش يموت؟ أنا أول صباح الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. الأول سنة كلها خير يا رب علينا كلنا وعلى مصر وعلى كل الناس. هي فكرة فعلا متكررة، وبتحس إن الناس ما بتنتبهش للنقطة دي تماما إلا لما المشكلة بتحصل. المشكلة بتحصل لأنه الشتاء بتحب الدفء. ولما أي حد مننا بيدخل ياخد حمام مع المية السخنة غالبا بيبقى مبسوط ويستحلى الموضوع، ويعني بيقضي وقته كويس. فده صحيح. مشكلة كبيرة خاصة مع السن الصغير اللي هو سن إعدادي وبدايات ثانوي وأواخر ابتدائي، لأن دول اللي بيستحموا وحدهم، خلاص كبروا عندهم البرايفسي بتاعتهم، الاستقلالية بتاعتهم، فما بيحبوش حد يتدخل معاهم. وبيقفلوا المشكلة بقى يا أستاذ إسحاق، اول المشكله في قفله باب الحمام من جوه. دي نقطه مهمه جدا. طب ايه المشكله؟ بيحصل في حاجتين موجودين في الوقت ده، بخار الميه، تمام، وده مشكله مش قليله بالمناسبه، وهو اللي بيسهل عمل غاز اول اكسيد الكربون اللي هو الغاز السام او بيقولوا عليه القاتل الصامت. تمام، اللي بيحصل بعد 10 15 دقيقه بالكثير من وجود اي شخص في الحمام، حتى لو كبير في السن. هي الفكره مش كلها بالنسبه للاطفال، لانه في ناس كبيره ثلاثينات واربعينات وخمسينات بتفقد عمرها للاسف بسبب المشكله دي. يعني بيحصل تفاعل من بخار الميه اللي موجود، فبيعمل تهيج في الجهاز التنفسي العلوي، بيعمل تورم. ومعنى كلمه تورم يعني المجرى الهوائي بيضيق، ما بيقدرش يتنفس. بيحصل حاجه تورم في الحنجره، حاجه اسمها اللارنجيال ادينا، دي بدايه كل المشاكل، انه خلاص حاسس ان هو بيتخنق. وفي نفس الوقت مع الاحتراق الغير كامل نتيجه السخان اللي موجود في الحمام، ودي ازمه معظم البيوت عندنا، انه سخان الغاز موجود في الحمام، ففي غاز اول اكسيد الكربون ده بينتج طبيعي نتيجه الاحتراق الغير كامل. طب لو السخان مش موجود في الحمام يا دكتور، الموضوع يقل؟ يعني لو السخان مثلا طبعاً في ناس تحط السخان مثلا في المطبخ، فبيبقى مغذي الحمام والمطبخ. طبعا، ما احنا هنتكلم في النقط استاذ اسحاق، ايه اللي نقدر نعمله، سواء السخان دلوقتي لو موجود في الحمام ايه اللي نقدر نعمله، او لو هو موجود بره الحمام المشكله شبه مش موجوده. يا رب، تمام، جميل. طب دكتور اسامه، السخان عشان كده بنناشد كل شخص بيشطر شقته دلوقتي او داخل على حياه جديده، زوج وزوجه او اي حد بيشطر شقته، من فضلك بس اذنك وبس اسمحك، خلي سخان الغاز بره الحمام. لو تقدر تخليه في المطبخ يبقى هايل. لو يبقى في مسافه بين المطبخ والحمام، في بلكونات كده، بعض الحمامات بيبقى فيها ملحق بيها بلكونه صغيره نقدر نحط فيه السخان، مفيش مشكله. عايز ارجع بس يا استاذ للنقطه عشان الناس بس تستوعب خطوره الموضوع، انه اول اكسيد الكربون للاسف بياخد مكان الاكسجين في الدم. يعني هو اللي بيرتبط، تمام، في الدم مكان الاكسجين، فبالتالي مفيش دم طالع للمخ. عضله القلب بتتعرض ان هي تقف في خلال 20-25 دقيقه. الشخص بيفقد توازنه، بيفقد وعيه، بيجيله احساس بالغثيان، تمام، بيحس ان الدنيا خلاص، هو ما بيقدرش يتصرف، لانه خلاص بيحصل حاجه اسمها ماسل ريلاكسيشن او انبساط وارتخاء في عضلات جسمه كلها بالكامل. يعني مش بحس ان في حاجه غلط يا دكتور، اقدر مثلا اقوم اجري اسيب الحمام، افتح الباب، افتح الشباك، اعمل اي حاجه، او على الاقل اقفل السخان في الوقت ده لو تمكن منه الغاز، ما بيقدرش يعمل كده. بنقول امتى؟ مجرد ما يحس انه في شويه دوخه خفيفه او شويه غياب عن الوعي، يعني حس انه هيقع، ما يكبرش. لو اي شخص حس انه خلاص انه يعني في حاجه غلط، في دوار،
في دوخه حصلت لازم يقفل السخان على طول، لازم الميه سخنه تقف ويطلع بره الحمام. تمام. هو محتاج اكسجين في الوقت ده. تمام. حضرتك معايا استاذ حاجه؟ ايوه معاك معاك مهمه جدا معاك يا دكتور. الحاجه الثانيه الحوايات بتاعه الغاز، سخانات الغاز اللي جايه مع سخان الغاز مش بتسعفنا، مش بتسعف الامور، لانه مع كثافه بخار الميه الموضوع زي كانه شبوره ميه في الحمام. صبورة بخار مية، احنا كلنا حتى لما بنعدي في مكان فيه بخار مية او الجو يقول لك الرطوبة عالية، يقول لك انا مش قادر اخد نفسي من الرطوبة العالية، ما ايه الرطوبة دي؟ هي عبارة عن بخار مية متعلق في الهواء. طيب دكتور اسامة، في حمام اكتر حمام ايه؟ مترين في 3 متر ونص في مترين، فالمكان ضيق. صحيح. طيب مع سخونة الجو البخار بيملى المكان، بيدي فرصة، ده اللي بيسهل شغل اول اكسيد الكربون الاثنين مع بعض. طيب هل أول أكسيد الكربون اللي هو مادة سامة لما بيستنشقها الجسم سواء بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة بتأثر بشكل أو بآخر على الأجهزة سواء كانت الرئة أو أعضاء اللي في الجسم، هل استنشاقه بنسبة حتى قليلة لها ضرر؟ لو هي حضرتك لو هي نسبة قليلة، ما هو احنا ما بنحسش يا فندم، ما بنحسش احنا استنشقنا قد إيه، لأن ده ملوش لا طعم ولا ريحه ولا لون. فبالتالي امتى اقول ان انا لو خدت منه حاجه بسيطه، لو انا لسه واقف على رجلي وحسيت بشويه دوار ولحقت نفسي، في ناس بتتلحق بالمناسبه، الموضوع مش غالي قوي يعني مش عايزين نقلق الناس، في ناس بتتلحق تمام. وطبعا الاسعاف حاجه زي كده لازم اطلع على مستشفى لانه ده محتاج اكسجين. لكن ما اقدرش احدد هو خد قليل ولا كتير، حاله المريض نفسها هي اللي تحدد. هل هو لسه بوعيه؟ هل هو لسه لانه المشكله ممكن تحصل في توقف عضله القلب وكمان في تلف المخ؟ سريعا لو ممكن تقول لنا النصايح من حضرتك، ايه اللي ممكن نعمله لتفادي هذا الامر سريعا جدا؟ اول حاجه يا فندم ما اخرش في وقت الحمام، 10 دقائق بالكثير 15 دقيقه، ما اخرش اكتر من كده. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا ونصيحه بقولها لكل اب وام، من فضلك مفيش ولد او بنت في عمر اعدادي او ثانوي او ابتدائي يستحمى وبابا وماما مش موجود في البيت. ممنوع. او يقفل الحمام بالمفتاح من جوه. دي النقطه الثالثه بقى يا استاذ بالظبط كده يا فندم. قفل باب الحمام من جوه بتخلي المشكله يعني دبل. انا النهارده الولد جوه مش بيرد عليا وانا بره، فبالتالي لازم اكسر الباب ودي مشكله بتاخد وقت خاصه. هيكون صعب اسعافه. تمام. نعم يا فندم. هيكون صعب اسعافه في حاله غلق الباب من جوه، سواء في حاله الاطفال بالتاكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اسامه ارميه، نورتنا وشكرا على المعلومات المفيده جدا في برنامج صباح النور، شكرا جزيلا. طيب احنا معانا يعني مشاهدين عايزين يعلقوا برضو سريعا عشان عندنا برضو حاجه تانية عايزين نوعي، يبقى فقره توعيه برضو معانا استاذ عادل، اهلا بيك. يا استاذ صباح الفل يا باشا، شغل طيب وحضرتك طيب وبخير، اهلا بحضرتك. انا بالنسبه للسخانات بقى دي شغلتي انا بصلح سخانات. حلو. بص بقى يا استاذ اسحاق، الناس اللي بتموت جوه في السخان دوت هم الغلطانين في ايه بقى؟ انت داخل تستحمى اقفل السخان. اذا هقفل السخان ازاي يعني؟ اقفل السخان للكهرباء. بتتكلم مع الكهرباء ولا الغاز؟ الغاز. والساعه دي هنعمل فيها ايه؟ في حاجه اسمها في بيعملوا مسخنه يا استاذ اسحاق. ماشي، ما كل معظم السخانات اللي هي كلها مدخنه من الحمام، لو اللي هي بالغاز كمان الطبيعي لازم يبقى فيها مدخنه. بس قول لي طيب انا هقفل، قصدك يعني احط مثلا الميه السخنه في طبق بلاستيك مثلا واستحمى بدل ما استحمى بالدش استحمى بكوبايه مثلا؟ ايوه. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسخان الغاز. اما السخان الكهرباء حضرتك قبل ما يخش يقفله، ليه؟ ممكن السكس بالف يكون بايظ، سلس بلف ممكن يكون بايظ، بينزل الميه تاني، بيرد الميه تاني في المواسير، يبوظ الهيتر من جوه. دي حاجه جديده كمان يعني حضرتك بتقول لنا عليها، السخان الكهرباء ان هو ممكن يعمل ماس كهربي او حاجه، لكن سخان الغاز بقى بيعمل ايه؟ بالنسبه للغاز يا استاذ اسحاق، الغاز دوت يعني بالنسبه للسخانات الغاز مشكلته
يعني مش ممكن مشكلته الغاز ده، الغاز مشكلته استاذ اسحاق يعني مش هتعرف تقفله. صحيح. طب انا بشكرك جدا استاذ عادل. استاذ عادل يعني عايز يوصل فكره اذا كان يعني الوقايه التامه، الوقايه التامه لا حط الميه تماما. حط الميه في بانيو، حط الميه في طبق بلاستيك، يعني استحمى بقى على القديم خالص بقى، سيبك من لو فكره بيعمل مشاكل ما فيه الدوش عشان يعني تبقى امان تمام يعني. ايوه امان 100% بلاش منه.